المخلصين اللي أفنوا حياتهم في المسرح مش مستنيين حاجة. فالسنة دي قررنا إن إحنا نمنح درع سميحة أيوب التقديري للفنان القدير اللي ليه يعني دور في الحركة المسرحية والمخلص لفنه مش مستني أي حاجة، الفنان القدير ياسر صادق. يا رب ويبقى وسطينا ويحضر ان شاء الله الدوره الثامنه ويستلم درعه بنفسه. شكرا.